البنات كي دايرين لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير. ما تديوهاش في الحاله ديالي، ديروا راسكم بحال ما كتشوفوا والو. المهم الا شفتوا الفيديو ديال البارح، راني شاركت معكم كيفاش نطويت الثلاجه ديالي ولي زاستوس اللي استعملت وكيفاش نظفتها كيفاش نظمتها. المهم الا كنتوا باقي ما شفتوش هاد لا فيديو، ما تنساوش تدخلوا لاشين ديالي. انا كل نهار كنحط لكم فيديو مع 6 د العشيه. كنتمنى تبقاو تزوروني، واللي باقي ما اشتركتش ما اشتركش في القناه ديالي دير ابوني وضغط على الجرس باش يوصل لها كل جديد ديالي. شنو جيتكم اليوم بواحد الحاجه، هو نفس النهار اللي شجدت لكم فيه الثلاجه، مي هذا الفيديو غادي تشوفوه لا غدا ان شاء الله. المهم اليوم جيت معكم بفيديو جديد اللي غادي يكون خاص بالجمال وكل شيء. عندي هنايا دو ماسك حاطاهم حدايا، غادي نهبط لكم الكاميرا تشوفوا البنات. عندي هنايا دو ماسك، هذا الماسك وغوماج ديال الوجه، وهذا ماسك ديال الشعر اللي غادي نديرو معكم اليوم. اليوم موجده لكم العنايه بالنفس ديالي، وغادي ندير حمام من ديك الشيء رفيع، غادي ندخل نكسل كل شيء. المهم غادي نتهلا فراسي، وحتى من ضفاري خاصني نصايبهم وندير لهم الفيغني من داو جديد ونقطعهم ونديرهم باسكو تكرفسوا فغيمو. درت الميناج اليوم وتكرفسوا فغيمو بزاف. المهم نبدا معكم باول ماسك اللي غادي نصايب شعري، ومن بعد ندير القماج لوجهي اللي هو في نفس الوقت ماسك، نخليهم شويه على البشره ديالي والشعر ديالي، ونكمل الميناج ديال الدار ديالي بشويه عليا باسكو انا لو بلو بار ديال الوقت كندير الميناج بالليل، حيت النهار كيكون عندي شله ما يتقدا وكل شيء، كندير غير داكشي هايده وصافي. والميناج بصح كنديرو انا بالليل، ما عرفتش كل شيء بحالي اولا غير انا. المهم بقات لي لابيتود من الخدمه وكل شيء، كنت كنرجع بالليل هو اللي كنقضي فيه شغلي، وكنكون ترونكيل سام كيكون ناعس وكل شيء. المهم وعندي لكم واحد المفاجاه، غادي نوتيليزيو لاول مره واحد لاباراي اللي فيها البرات. المهم انا اول مره شفتها عند واحد اليوتيوبر سميتها اكرام بلا لوفا، اللي كنحماق عليها كتعجبني بزاف، ودخلت لي لخاطري هاد لاباراي وقلت علاش ما ناخذهاش، حنا باقي صغارات ولكن الوجه ديالنا كيحتاج انه يكون زوين وما يجولوش تجاعيد بكري، ويكون مجبد ويكون زوين ومتخوفه صراحه باسكو فيها البرات صغيورين. المهم غادي نشاركها معكم من بعد الدوش وكل شيء والماسك ونغسل كل شيء، وهذا عاد ندير بها مساج، وغادي بحالي بحالكم غادي نديرها لاول مره. المهم انا خديتها ونشاركها معكم، وداك الساع الا عجبت لكم نوري لكم منين خديتها وكل شيء ومشحال وكل شيء. المهم ما تنساوش تبقاو معايا حتى الاخر باش تشوفوا ديك التجربه نتاع هذا الشيء اللي باري، وهذه ما عرفتش كيفاش واش نتقصح ولا لا، هي ما كانتش كتقصح، مي هي عندها لابيتود وعاد عندها لي باري كبار على هذا الشيء. هذه يعني 0.5 نتاع المبتدئين، وهي عندها واقيلا شي حاجه اللي كثر. المهم كلشي غادي نشاركو معكم، قلت لكم هذا الشيء باش ما تقولوليش العنوان لا علاقه ولا العنوان لا علاقه، لا بصح كاينين اللي باري. المهم البنات غادي نبداو في الماسك ديالنا نوجدوه، وداك الساعه نمشي للحمام باش نابليكي وكلشي. المهم بقاو معايا، اول حاجه غادي نحتاجها هي شي طاسه. عندي هنايا في الماسك ديال الشعر بيضه، البيض كي كتعرفوا البنات كيدير الفوليوم للشعر وكيغديه مزيان، وانا سورتو عندي شعر يعني خفيف، يعني هذا كيدير لي الفوليوم كيبان لي قوي بزاف. ونحتاج البنان، كيف كتعرفوا البنان معروف الترطيب ديالو تلميع ديال الشعر، وإلا عندكم شعر حرش بزاف من الاحسن ديروا لافوكا حيت هي في الترطيب حسن، واحد البنانه تكون طايبه ولكن ما تكونش خضره. ونحتاج العسل، العسل الحر احسن، ولا ما عندكمش العسل هذا كناخذو من كارفور دايوغ، من كارفور ولا الدي معقلتش، وقيله من الدي ولا كارفور، المهم وحده فيهم ديال فيه فيتامين او، المهم ما عرفتش واش العسل حر ولا لا، المهم كريمو هذا، نتوما تقدروا ديروا اي عسل عندكم. ونحتاجو الماسك ديال الشعر اللي غادي يكون سون سيليكون سون بارابين من الاحسن، الا ما عندكمش ما ديروش هذا الماسك. البنات بغيت نهضر لكم عليه ديجا، هذا ديال غارنيي كيسطي كيسطي البنات 98% 100% ناتورال، واصلا 2% راه ماشي شي حاجه يعني اللي داروا فيها غير شي محافظات صغيورين، مي هذا الماسك هذا 100% ناتورال 98% يعني بحال 100% ناتورال، كيحمق من غارنيي. ما عقلتش شحال باش خديته، واقيلا شي 8 اورو ولا 7 اورو، ولكن ريحته كتسطي فيه لا كونتيتي بزاف، يعني فيه شلة ما تبقى تستعمليه، وريحته زوينه بزاف، وكاين على جميع انواع ديال الشعر. هذا اللي خديت انا بوغ شوفو ابيمي، يعني درتو لشعري حيت انا كنت دايره لي ميشو هذا وهذا، وخديت هذا. وكاين ديال الفخيز، كاين واقيلا ديال الفرامبواز الا ما خفت نكذب، وكاين الرمان واقيلا، المهم كل واحد اللي ما كيصلح، شي واحد للشعر سيك شي واحد للشعر هذا، المهم انا خديت داكشي اللي كيسلكني. تقدروا ديروا دوره في كارفور ولا اوشون ولا نابورت كيل غون سورفاس عندكم،
تقدروا تمشيو وتشوفوا حتى الحاجه اللي غادي تصلح لكم شعركم. غادي نحتاجوا منه معلقه حتى هو، ولكن 100% يكون ما فيهش السيليكون ولا بارابين ولا غادي تخرجوا على شعركم، باسكو غادي نخليوه في على شعرنا هكا تسعى الفوق. غادي نحتاج هنايا جيل دالوي فيغا حتى هو 92% دالوي فيغا، يعني نقولوا طبيعي على 100%، يعني ما باقيلوش شي حاجه على 100%، غير داروا له ديك المواد اللي خاصهم يتسد عليهم وصيبو. فوالا هذا خديته من اكسيون، كان مشي 3 اورو ولا 2 اورو ما عقلتش. صافي، ونحتاجو زيت الزيتون، واللي بغات تضيف زيت الخروع اولا زيت الكوكو تقدر تزيدو، ما كاين حتى مشكل، بالعكس انا عكستلو صافي قلت هذا الشيء كافي ليلي. واللي عندها زيت ديال كيف كتشوفوا زيت ديال الحار تكونوا صايبتوه باش ديروه للشعر، هو كيحرك الدوره الدمويه مزيان. المهم اول حاجه غادي نديرها هي ندعك البنانه ديالي، كيف قلت لكم خاصها تكون طايبه ماشي ضروري تكون كاع قد هكا طايبه. المهم ها البنات بحال هكا، غادي نزيد عليها البيضه، ماشي ضروري تكون بيضه هيدا بيضه، يعني تكون هي عاديه البيض وصافي كما داير، راه مزيان للشعر كيزيد الفوليوم وفي نفس الوقت كيغذي الشعر مزيان. ونخلط نزيدو واحد المعلقه مع مراش ديال الجيل دالوي فيغا. لو جيل دالوي فيغا زوينه البنات بزاف، تقدروا تستعملوه حتى بالليل ملي تكونوا ماشيين تنعسوا، يعني ماشي ضروري تغسلوه ولا ديروا على وجهكم، وحتى الغدا اللي تغسلوا وجهكم زوين بزاف صراحه. وعاد حسن الا جبتوه يعني 100% ناتورال، جبتوه من كارفور، حتى هذا راه ناتورال عليه 100%، مي كاين كيتباعو في كارفور وكيتباعو في اوشو ديك لي بلونت ديالو مزيان يتقطعو وديرو. ونزيدو معلقه كبيره ديال هاد الماسك، هذا فيه الريحه رائعه البنات، كتخلي الريحه واعره في الشعر. غادي نغسل المعلقه باش نزيد العسل ديال العسل مع مراش شويه. واحد العبار ديال معلقه ديال زيت الزيتون، فوالا نزيد شويه. زيت الزيتون كي كتعرفوها هي كتقوي وكتلمع الشعر وكتطولو، يعني فيها فوائد كثيره لا للجسم ولا للشعر. فوالا، وغادي نخلط كلشي هادشي. ولا البنات ملي خلطت كلشي كنحصل على هذا الخليط، هذا هو اللي غادي ندير على شعري كله، غادي نحطو على جنب وغادي ندوز نوجد معكم الماسك ديال وجهي اللي هو غوماج، وماسك من النوع الفعال، زعما كيصفي البشره وكيغديها وفي نفس الوقت كيفتحها، باسكو البشره ديالي انا باقي فيها البرونزاج، بدات كتفتح شويه مشي مناطق ومشي مناطق باقي، واليدين ديالي خلاص باقي فيهم البرونزاج وهذا، مي غادي نبدا لهم في لي ماسك ديالهم. كنت خديت دقيق الحمص من المغرب، مي اليوم غادي نوتيليزي هاد الطحين ديال الارز الابيض باش ما يفوتليش لادات، حيت راه عندي طحين ديال الرز الكومبلي، فوالا الرز كومبلي ماشي كتلقاو في الغايو ديال بيو في كارفور ولا اوشون. وغادي نستعمل القهوه تكون هكا اللي كنديروها بودر، فوالا. ونستعمل الياغورت مسوس دانون مسوس، وغادي نستعمل حتى هو، غادي نزيد شويه ديال السكر باش يجيو ديك الحبيبات ديالو يقوميو مزيان، حيت حتى السكر مزيان للقماش. المهم هادو هما المواد اللي غادي نستعمل، وغادي نزيد حتى شويه ديال العسل احسن. المهم هذا اول حاجه نديرها، ناخذ شويه ديال السكر السنيده شويه، حيت انا نديرو غير الوجه والرقبه، الا بقى لي شي حاجه نديرها اليدين. المهم شويه بحال هكا، وغادي ندير بحال بحال ديال الكافي هنا. ريحه القهوه كتسطي، انا ما كنشربهاش بزاف ولكن ريحتها كتسطيني.
فوالا غادي ندير عاوتاني واحد العبارد معلقه ما كاملاش مع مرش هكاك ديال دقيق الارز. كيف كنعرفوا دقيق الارز كيبيض البشره كيصفيها زويون مغذي كلشي، والقهوه هي فيها الكافيين حتى هي كتصفي الوجه كتحيد البقع السوداء كتحيد كلشي ديك البقع السوداء وديكشي اللي ما فيه نفع. والياغورت ناتور حتى هو كيصفي وكيبيض، والعسل راه معقم للبشره راكم عارفين، المهم راه معقم وكلشي. ايوا نضيف واحد المعلقه ديال الدهن المسوس مهم، غادي نجمع وإلا ما تجمعليش راه غادي نزيد باقي دانون فوالا بحال هكا. إلا بغيتو تزيدو الحليب ولا تقدرو تزيدوه، ولكن مادام درتو ليا دانون مسوس محتاج الحليب باسكو الماسك غادي يتجمع لكم كيجي بحال هكا كيف شفتو كيتخلط دغيا وكيرجع مزيان جاري. المهم هو خاصو ديك الحبيبات يكونوا باينين فيه بحال هكا يعني كيتقومو كنحسو بهم قاصحين كيتقومو فوالا خفافين. الماسك ديالي ديال الوجه الكوماج وماسك راهو جد، والماسك ديالي تاع الشعر حتى هو وجد. غادي نتلاقاو في الحمام دابا من هنا واحد جوج دقائق على ما نجمع هادو نردو من البلاصه. المهم انا في الحمام جاتني بيزار نشوف راسي هنا نشوف هنا. المهم نتوما غادي تشوفوني في المرايه، مي انا دابا غادي نهضر معكم هنا. انا حطيت هنايا لي ماسك ديالي كيف كتشوفوا هنايا الماسك الدلوجه القماش، وهنايا الماسك ديال الشعر اللي صايبناه اونصوم. المهم دابا اول حاجه غادي نديرها مع العياد ديال لا جورني وكل شيء يعني كله البخار ديال الدار ولا الماكله ولا اي حاجه يعني صايبتها والميناج وداكشي العرق كله بقى لي في وجهي يعني الوسخ ديال الدار بقى لي في وجهي. الوغ شنو غادي نستعمل انا؟ نستعمل هذا لوجيل هذا اللي كنستعمل دابا راه باقي لي التلالي عاد خاصني ناخذو، مي غادي ناخذ اللون الازرق باسكو هذا ما فيهش ريحه ما فيهش ريحه نهائيا ما عجبنيش. مارك هذه غارني صراحه كيغسل مزيان وكيدي ماكياج الوجه مزيان مزيان مزيان. كنصحكم تاخذوه مره اخرى غادي نعاود نرجع ديك الزرق في الريحه زوينه هذا راه سون بارفان ما كنتش رديت له البال تما صحاب لي الوجه الحساس، مي خديتو سون بارفان يعني ما فيه حتى شي ريحه. جدا نفزقوا الشعر ديالنا غير شويه بالماء رشوه هكا بشي رشاشه ولا تفزقي غير بيدك الا ما عندكش ديك الرشاش ضروري ضروري باش يدخل فيه الماسك. وفي اي ماسك كنظن خاصكم ديروا هذه العمليه باسكو سي سوبر امبورطون حيت كيدخل الماسك اكثر للفوره الشعر ديالكم وكيتخدم بشكل احسن ما كيبش دغيا. صافي البنات من بعد ما فزقتو كيف كتشوفوا يعني مفزق ليجيرمون غادي ناخذ الماسك وغادي نابليكي بشويه بشويه. المهم ملي ساليت الماسك البنات غادي نحتاج واحد القبعات ديال بلاستيك بحال هكا اولا شي ميكا ولا شي فوطا ولا شي فولار اللي كيمتص فوالا بحال هيدا شي حاجه عندكم وصافي.
هذه ضروري خاصنا نديروها باسكو كيسيل بالماء. البنات بغيت نقول لكم سمحوا لي بزاف 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 حيت في هذه اللحظه هذه كنت نورمالمون كندير الماسك وصورته. المهم ديك الماسك البنات كان امبليكيو على الوجه ومن بعد كتقوميوه هكاك واحد 3 دقائق كتبقاو تماصيو الوجه ديالكم مزيان والرقبه ديالكم. كنت درت معكم كاع هاد المراحل والفيديو ما لقيتوش، ما عرفتش مني جبت باش ندير المونتاج كنلقى هاد لابارتي وصافي وما كنلقاش لابارتي ديال الماسك. جو كرو ما سجلاتهاش الكاميرا ما سجلاتهاش. المهم كتبقاو تقوميو 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 وصافي كتبقاو به كتبقاو تخليو على وجهكم هكاك من 25 دقيقه للفوق. يعني راه كلها مواد طبيعيه ديال الدار، يعني ما فيهاش شي حاجه اللي غادي تضر لكم البشره. يعني مش عم خليتوها ماشي مشكل، حتى كينشف ديك الشيء وكتحسوا به صافي ينشف وفوالا. ومن بعد كتقوميو اون نوتخ فوا ملي كتجيو تحيدو في الحمام. صافي هادشي اللي كاين البنات. البنات انا رجعت معكم سالي التحميمه ديالي، كيف شفتوا باقي عندي الفوطه على شعري. المهم غادي ندوزو للوجه الاول، غادي نوري لكم ديك البرودوي اللي قلت لكم اللي فيه ديك لي بار الصغارين. هو هذا كيجي داير بحال واحد الجرار بحال هيدا وفيه لي باري صغورين صغورين صغورين. غادي تسالوا لما كيصلح هذا. هذا من اكبر البرودويات اللي ماشي من اكبر الالات اللي كيكونوا افيكاس في ضد التجاعيد. المهم كيجي بحال هكا غادي نحلو. باقي مسدود. انا صراحه ما كنتش كنعرف هذا البرودوي قبل ما نشوفو عند اليوتيوبرز اللي قلت لكم قبيله وهضرت عليه بزاف بزاف بزاف. انا صراحه اول مره غادي نجربو، يعني انا ما عارفه عليه والو. هضرت عليه بزاف وشفت في لو سيت مني كومونديتو شفت شنو كيعمل. يعني قالوا لك بلي كيبريباري الوجه، كيبريباريه باش تقدروا تحطوا السيروم ولا اي حاجه، وكيكون ديك السيروم اولا ديك لا كريم اللي غادي تحطو كتدخل اكثر في الوجه. وهذا من الاحسن تستعملوه واحد المره في السيمانه ولا جوج مرات المهم كيف بغيتو نتوما. المهم رائع بزاف بزاف بزاف، ديروه في الاول تخدموا به الدوره الدمويه كيخدمها من ديك الشيء. وهاد لي باري الصغارين كيديروا لكم نغازات صغيره، يعني يمكن يقصحوا يمكن لا. انا غادي نجربو غادي تشوفوا رده الفعل ديالي طبيعيه، يعني نشوفوا ديك الساعه واش يقصحني ولا لا. انا صراحه ما كنتقصحش بزاف بزاف من اي حاجه الا ولا كانت فريمون كتقصح. وهاد النمره هذه اللي خديت هي 0.5، هي اللي ننصحكم تبداو بها المبتدئين. ننصحكم ب 0.5 حيت ديك لي باري كيكون الوجه ديالكم باقي ما تولفش معاهم، راه هادشي اللي غادي يصلح له. ومن بعد كل مرحله غادي تزيدوا فيها، كل ما تولفتوا مع هذا وخدمتوا مزيان البشره ديالكم بهذا غادي تزيدوا في الدرجه ديال لي باري. وهاد الورقه نورمالمون نشرحوا فيها كلشي، مي خاصني نجلس وندير تراديكسيون في بيسي حيت مكتوبه كامله بالانجلي ما فيهاش حتى شي حاجه بالفرنسي. يعني في كلشي لا بواط مكتوبه بالانجلي، اللي فهمت فهمتو اللي ما فهمتوش راه غادي نشوف سوغ انترنيت نرجع لديك اللعيبه لوتيليزاسيون ديالو بالفرنسي اولا غادي ندير هذا تو سامبلومون تراديكسيون. المهم وهاد الديرمورولور هذا خاص ضروري يتعقم لا قبل ما تستعملوه ولا من بعد ما تستعملوه. يعني المهم ها هو انا غادي نفتح لكم، خاصكم تعقموه بواحد الكول اللي غيكون بحال هكا، الكول بحال هكا مي غادي يكون من 75% الفوق. انا عندي 90%، نتوما خذوا من 75% للفوق ما تاخذوش قل باش يقدر يديزانفيكتيه. وهذا ديال واحد الماده ماشي حديد، ما كيتصداش ماشي حديد ولكن سميتو تيتونيوم جو كرو، تيتونيوم جو كرو الماده ديالو من تيتونيوم. الا بقيت عاقله دوزوا على وجهكم يا اما ديك تونيك ولا هاد اوميسيلير. هادو انا غادي نمسح وجهي واخا خرجت من الدوش اونسيجامي، خاص الوجه يكون معقم يكون مزيان. غادي ندوز عليه وعاد ندير مساجات خفاف لوجهي. واللي غادي يسول علاش هادشي كله هذا وهذا، حيت هذا غادي يحافظ لك على الشبابيه ديال البشره ديالك وفي نفس الوقت نتفتح جباني بزاف هاد الخطره واقيله. المهم وفي نفس الوقت غادي كيكون ضد التجاعيد، و الا درتو شي سيروم ولا شي حاجه اللي كتستعملو بالليل غادي يشبر فيه مزيان وكيخدم الدوره الدمويه كيف قلت لكم. وانا كنتمنى انه ما يقصحنيش باسكو فريمون باغا نبقى نديرو. المهم كيف قلت لكم غادي نعقمو، غادي نخوي عليه هكا فوالا. كيف
غادي نبدا المهم راني متخوفه شويه مي المهم راه ما عرفتش واش يبان لكم ديك لي باري اللي فيه صغيورين غادي نديرو في الاول غادي نبدا بجبهتي نمشي بحال هكا المهم غادي نمشي حركات بحال هكا كل منطقه نخدمها شويه نخدمها هكاك شي دقيقه ولا ما نفرسيش على راسي ما عرفت شنو هذا المهم غادي نخدمها ومن الوجه من هنا غادي نمشي بهذه الطريقه هذه ومن هنا عاوتاني من هنا كذلك ومن هنا يمكن نمشي هكا ولا هكا ما عرفتش المهم غادي نشوف راه دايرين هنا شي حركات بحال هكا ولكن ما عارفاش شنو هادو بالانجلي انا ما المهم غادي دابا ندير الطريقه اللي دارت اكرام في اليوتيوب الوغ هادشي اللي غادي ندير دابا ومن بعد نشوف سوغ انترنيت غادي نخليكم نزومي لكم في المرايه البنات زوين بزاف ما كتحسوش شي حاجه كتحسو شي نغازات غير صغيورين تقول ما فيهم والو والله الا فيه لي باريت صغيورين ما كتحسوش بهم نهائيا شويه ماشي شي حاجه ما خاصكمش توركو يديكم ولا تحشوهم فيكم فريمون مي خاص غير بشويه هكا بلطف فين غير بحال هكا وتخدموا وتبقاو تجبدوا بيديكم باش هكاني تجبدوا وجهكم ولكن بواحد لي باري صغيورين اللي كيشكوكم شويه ما كتحسوش بهم نهائيا مي كتحسي لحمك بحال اللي كينازك يعني بحال اللي كيحرك لك فريمون كيحرك الدوره الدمويه مزيان غادي نخدم هاد الجبهه ديالي مزيان باسكو كتعرفوا مني هنايا كنبقاو نديرو بحال هكا كيتكمش هنايا من بعد ملي كنكبروا شويه المهم يمكن كاينين البنات اللي غادي يقولوا لي انت علاش كديري هاد الشيء راه باقا صغيره ولا شي حاجه بحال هكا البنات راه ماشي حتى تشرفي عاد تبداي انت ديري هادشي راه ما غادي يدي منك والو داك الساعه خاصك عمليه التجميل اولا خاصك تبقاي هكاك فهمتوا يعني هادشي من الاحسن بنادم يبدا لها في لاص صغير دابا انا عمري 27 عام ما فيا حتى تجاعيد في وجهي الحمد لله ما فياش وجهي مزيان صافي ما عندي حتى شي حبه ما عندي حتى شي حاجه في وجهي اللون ديالي هو هذاك متوحد ما عندي لا ليسير لا هادي لا بزاف الحاجات ياك ولكن من الاحسن نديرو بحال هاد لي برودوي هادو اللي كانوا مزيانين وما كيضروناش بالعكس كيديروا لنا الفائده مزيانه ديري هادشي في الدار وليو تمشي لي صالون وهذا وهذا كتقام لك غاليه وكتعكزي على راسك من الاحسن تشري دي برودوي كل مره تشري حاجه بحال هاد لي برودوي هكا ما كيكونوش غاليين بزاف يعني مره تشري هادي مره تشري هذا وصافي وتبقى ديري في الدار منها تاخدي لو سوان توا يعني فوق ما بغيتي ماشي ضروري تاخدي رونديفو ولا شي حاجه هذا كيصلح يعني من هانيت كيبرد الاعصاب فريمون كيبرد الاعصاب انا كنشوفو اونتي ستريس المهم دابا غادي نبداو وجهي من هنا غادي نجبد بحال هكا فوالا البنات انا ساليت منه الصراحه زوين ما كاين غش بزاف يعني شويه ديال النغازات لي باري اللي كتحسو ماشي شي حاجه كبيره عجبني بزاف صراحه كنحس بوجهي دابا بحال اللي كيعمل هكا ولكن ماشي من الحاجه الخايبه يعني كيعمل هكا من حاجه مزيانه وكيف كتشوفوا ما فيها لا حموريه لا والو يعني عادي وهادو كيف قلت لكم يعني صبروا نحيد لي هاد الفوطه كتقلع على راسي مهم كيف قلت لكم يعني ديك النغازات اللي كاينين فيها يعني غير صغورين ماشي شي وحدين اللي كبار اللي غادي يضروني
على داك الشيء يعني ملي كتولفوا معاه هذا تقدروا ديروا واحد كبير منه شويه باش يخدم لكم عاوتاني كثر، حيت هذا ما يكونش كيقرف فيكم تكونوا ولفتوه. انا غادي نديزانفيك تاع عاوتاني بلا الكول ضروري البنات من بعد و يعني من قبل و ابخي ديزانفيكتيوه باش هكا تيفيتيو لي ميكروب وكل شيء. والبنات اللي عندهم الحبوب علاش ما تقدروش ديروه؟ حيت هذا يعني فيه لي باري، واذا تقبل لكم حبه وحده ودوزتو عاوتاني على الوجه غادي ينوضوا لكم ديك القح حاشاكم هادي اولا ديك العفن اللي كيخرج من الحبه غادي ينقز لكم في الوجه كله، غادي تلقاو لا ضلي ولا هذا تلقاو الوجه كله حبوب. يعني على داكشي ايفيتيوه في الفتره اللي كيكون فيكم الحبوب اولا الفتره ديال فتره لي غاكل وديكشي ملي كينوضوا مثلا شي حبه ولا ايفيتي ديك المنطقه اولا تو سامبلومون ما تحاديش ديك البلاصه فين كاينه ديك الحبه. المهم البنات انا دابا درت الطريقه اللي شفت عند البنت اللي شفت عندها هذا عند اليوتيوبرز اللي شفت عندها هاد ديغما غولوغ هذا هي الطريقه اللي درت وغدا ان شاء الله غادي نقرا عليه اكثر سوغ الانترنيت الطريقه وهذه وهذه بالفرنسي باسكو انا صحابلي غادي نلقى فيه الورقه دابا ساعه قلت غادي نحلو معاكم فهمتوا الو قلت غادي نلقى فيه ورقه وفيه ليكسبليكاسيون كلشي ساعه لا ساعه فيه ليكسبليكاسيون كامله بلونغلي. الو فوالا دابا غادي نغونجيه وصافي حتى لبروشين فوا غادي نديرو مره ثانيه نديرو جوج مرات في السيمانه انا واقيله هكا مزيان. المهم غادي نمشط شعري ونكمل المهم المسائل ديالي. دابا السيروم اللي غنستعمل ضروري نستعمل واحد السيروم عندي انا المسائل اللي كنستعمل هنايا عندي هاد لا تروس هادي كنحط فيها هاد لا تروس هادي ديال الكاس مزيونه كنحط الفيتامين او مزيان غادي ناخذ وحده منه حيت حتى هو كيكون ضد التجاعيد وكلشي. كتلقاو هاد لي كابسول هادو كتلقاوهم كتلقاوهم فارماسيا ولا كتلقاو السيروم كلهم. المهم انا عندي هنا واحد الشونتيو ديال السيروم صيفطوه لي من الموقع ديال بيرش بوكس ديك لابولمون اللي كنت درت اون توكا راه كنت هضرت لكم على لابولمون اللي بغات تدخل من الباغيناج ديالي غادي يكون عندكم 10 اورو ديال لي زاشا غراتوي في لو شوب تقدروا تدخلوا غير لكم لا فيديو ديال بيرش بوكس في الاخر ديال هذا الفيديو باش تشوفوا الا بغيتوا ديروا لابولمون ولا غادي نخليها لكم في الاخر ديال الفيديو ملي كتلقاو ديك جوج كاريات وهذا باش تكليكو فيها وتدخلوا في شي فيديو غادي نخليها لكم تما. ويل غارانسيا ما عرفتش اش كيبان لكم غارانسيا هي ويل هي زيت نتا ريبوليون كتنوغيسي الوجه وهذا من الاحسن الا كان عندكم شي سيروم ديال ضد التجاعيد وهذا احسن. انا نديرها هنا وغادي نزيد عليها هاد فيتامين او حيت هو كيكون ضد التجاعيد هكا باش نابليكي على الوجه ديالي وندير واحد المساج من ثلاثه لي قطرات كافيين من هذا وغادي نزيد عليه هاد الكبسول ديال الفيتامين او هادي ونخلط كلشي من بعد ما خدمت هذا كنحاسب وجهي فريمون من بعد الماسك وكل شيء وجهي رطيب وزوين كنحس به صافي مزيان كنت محتاجه فريمون كنت محتاجه هذا الماسك. انا صراحه نقول لكم صراحه مره في السيمانه كندير بحال هكا واخا ما كنشاركش معكم ديما باسكو كنشوف هاد لي فيديو بحال اللي ما كيديروش لي فيو بحال اللي ما كيعجبوكمش ما عرفتش علاش لي فيديو ديال الماسك ديال الفيديوهات ديالي ديال المكياج ولا ديال العنايه اولا بالروتين هكا ديال العنايه بالبشره وديكشي كنلقى ما كيخدموش بحال اللي ما كيعجبوكمش هاد النوع ديال الفيديوهات عكس نهار اللي كندير الميناج اولا كنعاود لكم على شي حكايه نتاع شي بنت ولكن واخا الحكايات هذوك التجارب ديال الناس مي فريمون نهار اللي كندير الميناج هو اللي كنلقى الاقبال اكثر اولا المشتريات. يعني ما عرفتش انا هاد النوع ديال الفيديوهات ديال العنايه بالبشره والنصائح الجماليه وديكشي واش كيعجبكم باسكو انا فريمون اشاك سيمانه كنعمل لي ماسكات لوجهي نعمل لشعري يعني كل مره كندير العنايه بنفسي في مره في السيمانه مره بالضفاري مره هذه مره هذه. لكن كيهمكم الامر البنات ما نسيتي با تحطوا لي هادشي في لي كومونتير باش هكا حتى انا غادي نبقى نشارك معكم مره في السيمانه بعد هاد هادشي اللي كندير مع راسي وكما درت له يعني حنايا بيناتنا يعني ماشي انني خاصني نتمحن وكلشي باش نقدر نصور لكم واحد الحاجه اللي غادي تكون بارفيت وهادي وهادي وهادي. انا كنصور لكم داكشي اللي كاين وداكشي اللي درت يعني ما عنديش على من نحشم ولا على من زعما نقول لا خاصني حتى نكون بارفيت. انا بوغ موا
مادام بينت هاد الحاجه يعني هاد الحاجه انا مقتنعه بها على داكشي راه هي هكاك، حيت انا لو كان شي حاجه ماشي حتى تما ولا انا اصلا من الاول ما نديرهاش، يعني لو كان شي حاجه دير لي حشومه ولا شي حاجه فهمتوا، يعني على حسب. كاينين بنات اللي ما كيعجبلهمش بنادم ناتورال، كيعجبلهم بنادم حتى يمشي ياخذ، راه ساهل عليا انني نمشي دابا ناخذ من الصالون ديالي لي ديكوراسيون ولا نمشي لاكسيون ولا البيوت ولا هذا نجيب لي ديكوراسيون بلوس نزوق هادشي واللي كلشي دواوي كلشي كيشعشع، ولكن من بعد غادي نحيدو باسكو انا الدوش بالنسبه لي راه كيترش بالماء، خاص كل مره تمسح كل هذا، لي زاكسيسوار غادي غير يتصداو ويداعوا هادي وهادي، يعني حنا كنهضروا المعقول. صديب الحمام، انا عندي الحمام صغير ولكن صديب الحمام الا كان فيه ليسباس او يعني كندهنوا بعدا كندهنوا الزيت للوجه وفي نفس الوقت كنديروا دي مساج هكا، المهم كيف ما بغيتوا ديروه غادي ديروه، المهم تجبدوا هكا لحمكم باش يدخل مزيان الزيت في وجهكم. نحس بوجهي راه عورتي طبرتي بالزوين، ودابا البنات من بعد ما درت مساج خفيف، المهم نتوما ديروا كثار، درت مساج خفيف لوجهي. قولوا لي البنات واش الحجبين جاوا هذوك هما، باسكو حيدتهم دابا في الظلام، كنت في الدوش صايبت ضفاري وفي نفس الوقت حيدت حجباني، باغيه ندير لهم ديك التاتو اللي شاركت معكم المره اللي فاتت، غادي نديرو لهم من بعد ماشي دابا حتى الغدا ان شاء الله نديرها لهم. كيهنيني واحد 3 جوغ بلا ما ندير ديك الماسكارا ولا القلم، صراحه ما كنديرهمش بزاف، يعني شوف حتى الا درت شي ماكياج زوين ولا. المهم غادي ندوزو للشعر، انا مشط شعري باش مني غادي نكون كنمشطو غادي تلاحظوا يمكن يكون كيتحيد البنان كيبقاو ديك طرفات البنان كوميم ديال الماسك. فوالا هاد المشطه البنات حتى هي خديتها من بيرش بوكس، زوينه ملي كتكونوا ابونمو معاهم كيكونوا عندكم تخفيضات واقيلا 25% في لو سيت ديالهم. مثلا هذه كانت كدير واقيلا شي 16 اورو هاد المشطه ديال السيليكون، ما كتنتفش الشعر، ما كتخليه مزيان ما كتحيدوش من الجدار، كتهلا لك فيه وكتسرحوا لك دغيا بلا ما تحسي حتى بشي حريق، مزيونه بزاف. انا عجبتني، باقي نزيد وحده فيها منها ديال الرجال، نزيدها لراجلي عجبتني بزاف، حتى هو عجبته ديال السيليكون مزيونه صراحه، والله ما عرفتش نقدر نستعملها لولدي، مي الا كنت نقدر نستعملها ناخذ وحده حتى ليلو نشفو شويه بالبروشينغ حيت ما نخليهش دابا فازك غادي يضرني به راسي وصافي مني نمشي نعس وفزق المخده وبزاف الحاجات، نشفو غير شويه ماشي بزاف باسكو انا ما عنديش بزاف مع داكشي ديال البروشينغ وهذا، نشفو غير شويه. كيف كتشوفوا النقاط ديال البنان باقي كاينين، كيمشيو مني كيبش الشعر وكيطيحو. المهم البنات من الاحسن تنشفوا شعركم بشي شوار غير شويه ماشي ضروري تفرسيو بزاف، انا غادي نشفو من بعد. كنت غادي ننسى هذاك السيروم ديال تحت العينين اللي كيكون ديال هاد لا مارك هادي ديال ايفغوشي، هاد اليكسير جونيس هادي ما عرفت نوري لكم هنا ولا نوري لكم هنا، ما مولفاش ندير لكم الكاميرا هنايا على داكشي ما عرفتش كي كيبان الحال، المهم اول مره غادي نديرها ولا نجحت غادي نبقى ندير لكم. فوالا المهم هاد اليكسير جونيس هكا كيمشي بحال هيدا، خديته من ايفغوشي اللي بغيتو راه كيكون تما ب 25 اورو واقيلا، وفيه هاد جوج روايد فيه ثلاثه درويضات هنا ما عرفتش واش كيبان لكم هادشي. غادي ديروا دي مساج من هنا للداخل، ما ديروش داكشي نتاع هكا البنات حيت هكا راه ما كديروا غير نديتو باسكو المساج نتاع العينين كيمشي من هنا للداخل، يعني ديك التجاعيد اللي كيكونوا ولا ديك الخطوط اللي كيكونوا مشاو هكا خاصك انت تدخليهم وترديهم هنا، يعني هكا كتخدميه وما تنسيش هاد البلاصه كتهبطي معاها بحال هكا وكتمشي هنا كتعاودي هاك وكتمشي هنا هاد الحركات هادو. اليكسير جونيس حتى لا كريم ديالهم ديال النهار والليل مزيونه حيت زويونه بزاف دايره خفيفه، هي لي يجي على التلا لي راه خاصني نزيدها، هي لي يجي وكتجي رطيب على الوجه مزيونه الصراحه. الكريم هادي من ايفغوشي حتى هي الاغلبيه ديال لي كريم ديالي ولا جيل دوش اللي غادي تلقاو عندي تعرفوهم من لاكام ديال ايفغوشي، كيعجبوني لاكام ديالهم كيكونوا من الحوايج ناتورال وديكشي يعني زوينين. هادي كنت خديتها وقيلة ما عرفتش واش 30 اورو ولا 29 اورو ولكن زوينه بزاف، هذا الحليب ديال الذات ديال الجسم زوينه، سميتها حمام حيت بحال اللي مخدومه بالارغان، الارغان بيو ديال المغرب وفي نفس الوقت كديريها مول الحمام وكترطب لك البشره بزاف، هي هذه باش غادي نرطب الجسم ديالي.
المهم وبالنسبه لشعري كيف قلت لكم غادي نشفو غير شويه غنشفو من بعد غادي نديرلو غادي نعقدو عادي كيف كنعقدو ديما وغادي نمشي نعس فوالا هذا هو اللي كاين. المهم ما عرفتش واش نكمل معكم لا فيديو هكا ولا هكا. المهم هكا كنتمنى يكون نال الاعجاب ديالكم الفيديو. الا عجبكم نسيتي با تحطوا لي لي لايك وتحطوا لي دي كومونتير. مرحبا بالكومونتيرات ديالكم سواء كانوا مزيانين سواء كانوا خايبين. غير واحد الملاحظه البنات الصراحه ما كنتش باغي نهضر على هذا الشيء مي بالنسبه للبنات اللي كيعايروا يعني كيعايروا في لي كومونتير عايروا كيف بغيتوا. ها انا حداكم كان اللي كان بان فلاشين عايروا كيف بغيتوا. عايرتوا راجلي ما قلت لكم غير نديتوه حيت هذاك راجلي نورمالمون ما كاينش علاش تعايروا. مي خليو الوالدين بعد باسكو ما عارفينش واش والدينا ميتين اولا حيين اولا ديك الله ينعل الله يرباك اولا لو كان باك ماشي راجل ولا شي حاجه بحال هكا. انت ما كتعرفيش با واش انا حي ولا ميت وما كتعرفي عليا والو. كتعرفين واش مربيه ولا ماشي مربيه واش بنت الزنقه ولا بنت الاصل يعني ما كتعرفي عليا والو. كتشوفيني في يوتيوب عجبك داكشي اللي كندير مرحبا ما عجبكش داكشي اللي كندير قولي لي بلي ما كديري ما كاين ما ندير فلاشين ديالك ولا ما تقوليش تو سامبلومون ديزابوناي وخرجي وما غاديش تشوفيك مرتي عاد الا ولا دخلتيها انت اولا انت اللي قلبتي عليا وتلقيني. هذا ما كان البنات غير احترموا هذه المساله الوالدين والجدود وهادي وهادي ساسيغيون. راجلي كيبان معايا وراجلي عادي عنده داكشي ما كيهموش وانا كذلك داكشي ما كيهمنيش حيت هذا راجلي وانا اللي مجوجه به هو انا مرتو وهو اللي مجوج بيا كيعرفني واش بنت الاصل ولا لا. يعني حنايا بالنسبه لينا حنا جوج بينا كون كنعرفوا بلي الهضره ديال الناس ولا ديك الهضره اللي غتقول لنا تجرحنا ما غاديش نبانو في اليوتيوب اولا بالاحرى نبان انا وما نبينش راجلي. يعني ما كانش تما شي حاجه اللي علاش نبينو. وبالنسبه للبنات اللي كيقولوا كندير يوتيوب خاصني نحط الفيديو يوميا غير باش نربح الفلوس. انا الفلوس الحمد لله عندي يعني ما عنديش وما خصنيش والفلوس عمر محتاجاهم. ما تزوجتش لهنا للغربه وتزوجت مع راجلي وهادي وهادي باش غادي نكون محتاجه للفلوس. هذه غير باش تدخل لكم لعقلكم. يعني انا قبل ما ندير يوتيوب كانوا عندي الامكانيات باش ندير يوتيوب. يعني كان عندي الامكانيات نشري استوديو ديالي باش كنصور الاضاءه وكل شيء. كان عندي الامكانيات نشري كاميرا عندي الامكانيات نشري البروغرام فاش كندير المونتاج وعندي الامكانيات نخسر لي جورني ديالي في لي ريستو وهادي 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 باش نصور لكم لي جورني ديالي. هادشي كيعجبني نبارطاجيه البنات. وبصح اللي كيقولوا كتخلصوا على ظهرنا ما كتخلصوش على ظهركم. خاصك تعرفي راه بلي الفيديو ملي كنديروه راه ماشي 10,000 هي اللي تجيب لنا الفلوس. اليوتيوبرز اللي عندهم لي زابوني بزاف وي بوركوا نو وحتى حنا كتجينا واحد النسبه ولكن ماشي داكشي اللي غادي تخيلوا نتوما في عقلكم انه يربحنا ولا يعيشنا ولا يسكننا ولا يدير لينا الكرا ولا هادي ولا هادي. سي غي انا فوا البنات غير انا كيعجبني نبارطاجي. وعلاش كنحط الفيديو يوميا باسكو يعني عندي البنات اللي كيصيفطوا لي سواء في لي كومونتير سواء في البريفي ويبانوا هنايا في لي كومونتير الا بغيتو راهم كيجيو عندي البريفي. حنان فين غبرتي اليوم ما حطيتيش الفيديو. وفي نفس الوقت البنات ملي كنحط لي فيديو يوميا كنحس بلي لي زابوني كيتزادوا الوغ سي بور سا. وانا القناه ديالي بغيتها تكبر وهذا الشيء ما فيها حتى شي عيب. وحتى ويلا من هنا الفوق ان شاء الله تخلصت ولا تخلصت مزيان هذاك الشيء ما فيه بو عيب ماشي على ظهرك انت. انا كنتخلص باسكو كندير مجهودات باغ اكزومبل نتخلص باش حيت كندير مجهودات ديالي في اليوتيوب. ويلا تخلصت شي حاجه زعما راه على مجهودات ديالي خلصوني على مجهوداتي. وانتي لو كان ما كاينينش اليوتيوبرز ولا البنات اللي كتفرجي فيهم اللي كطيب ها اللي كتوري المنتوجات ها اللي كتوري التنظيف ها اللي كتدوزي معاها الوقت هي كتسارى ها هادي ها هادي وكيحيدوا لك القنط واليو تجلسي وصافي كتدوزي في التلفازه ما لاقياش شنو باغا. كتلقينا حنا اللي كنهضروا معكم بحال خواتاتكم وكتولفوا معنا وكتكونوا بحال اللي كتعرفونا. وحتى حنا راه كيعجبنا الحال بزاف ملي كنشوفوا لي كومونتير وكلشي اللي كاين على داكشي. كنقول لك انتي محتاجه اليوتيوب وحنا اليوتيوب كنبارطاجيو فيه باش تفرجي انتي وسواء كاين انا ما عنديش الفيديوهات اللي غي فيهم الاستفاده. يمكن هذا الفيديو هذا تلقاه مفيد باسكو فيه لي ماسك فيه غوماج في هذا البرودوي هذا اللي وريت لكم يمكن يكون انتريسي لشي بنات اللي غيشريوه. كاين الفيديوهات اللي كيكون غير خرجه انا مشيت للريستورو هنايا مشيت هنايا شريت هادي درت هادي داكشي ما غادي يفيدك والو ولكن كتبارطاجي معايا لا جورني ديالي انا صافي في بليزير نشوف داكشي وبوتيت تشوفي معايا شي حاجه اللي غادي تكوني انت عجباتك وتمشي تاخديها عادي يا البنات. ماشي ضروري يكون هاد القناه ما فيها حتى افاده بسلامه انا غادي نديزابونا. راه انا ماشي عندي هنايا فيدي واستفيدي في الاسم ديال القناه. انا عندي حنان شانيل
يعني تقدري تلقاي اي حاجه في القناه ديالي متنوعه. يعني ما قلت لكم باللي القناه ديالي متنوعه في ديكس فين كنكتبوا القناه ديالي متنوعه، راه حتى كانت متنوعه فيها الميناج، المكياج، العنايه، الخروج، الروتينات، الفلوغات، السفر الى سفرنا، اي حاجه، البنات، المشتريات، السخره، اي حاجه. هذه القناه ديالي بيان سور كنحط فيها داكشي اللي بغيت وكيف ما بغيت، ولكن في نفس الوقت كونوا متاكدين والف متاكدين بلي ملي كنحط الفيديو والله العلي العظيم الا كنفكر فيكم نتوما. وبالنسبه للبنات اللي كيزبلوا فيا، والله الا غزبلوا ما كاين حتى شي مشكل، كيف قلت لكم ما تجبدوش غير الوالدين باسكو ماشي مزيان، ما كتجرحونا حيت هذوك الوالدين ما كيبغيو حتى واحد يهضر فيهم، كيف انت ما تبغي حتى واحد يهضر لك في والديك؟ يعني بغيتي تعيبي عليا انا حداك مي ماما ولا بابا ما كتعرفيهمش، الو سي عليهم. فوالا هادشي اللي بغيت نقول لكم، ومرحبا بالتعليق ديالكم كيف ما كانوا، ما سام ديرونج با فريمون، سام ديرونج با، مرحبا بكم. شنو بغيت نقول لكم؟ الى عجبكم الفيديو نيستي با تحطوا لي لايك، ولايك راه ماشي بالفلوس راه غراتوي وما كيخلصناش، غير باش نعرف الفيديو واش عجب لكم وصافي. و ما تنساوش الا كنتي باقي ما تابونيتيش في القناه ديري ابوني باش هكا تزادي في القناه ديالنا، وديري الجرس باش يوصلك اي فيديو ان شاء الله. وما بقى لي لا نقول لكم حتى الفيديو ان شاء الله الجاي اللي غيكون ان شاء الله غدا على الساعه 6 الى ما رجعت 7، بعض المرات كترجع 7، المهم الا ما لقيتوش مع 6 تلقاو مع 7. يلا البنات طلعوا لي فراسكم بزاف.